مع تصاعد واشتداد الأزمة الاقتصادية وتراجع موارد النقد الأجنبي في إيران، لا يزال النظام الإيراني يصر على توجيه الموارد المالية للبلاد نحو دعم المؤسسات الدينية والدعائية في اختلاف غير متكافئ بين المؤسسات الدينية الأيديولوجية من جهة والتنفيذية والعلمية والمدنية من جهة أخرى. وثيقة موازنة 2021 كشفت وجود تضارب في الأرقام بسبب إدراج المؤسسات الثقافية والدعائية للنظام الإيراني في الموازنة العامة للبلاد، وتخصيص مليارات التومانات لها في استحداث مؤسسات دينية جديدة تستنزف موارد البلاد، كالمؤسسة التي أنشئت حديثا باسم قاسم سليماني نسبة إلى القائد السابق لفيلق القدس وتديرها ابنته. الوثيقة كشفت أيضا أن معظم المؤسسات الدينية التي تستفيد سنويا من اعتمادات الحكومة بمئات المليارات من التومانات تابعة لشبكات الدعم أو دعاة الخطاب الديني التابعين للنظام الإيراني، فضلا عن بند منفصل في الميزانية لما يسمى بحق التأمين للطلبة ورجال الدين العاطلين عن العمل، وخصصت لهم ميزانية ضخمة بالمليارات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل خصصت السلطات الإيرانية مليارات التومانات لما يعرف بمكتب الدعاية الإسلامية للحوزة العلمية في قم، ومجلس سياسات حوزة النساء، ومركز خدمة الحوزات الديني، ومقر ما يسمى بإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخبراء قالوا إن ميزانية إيران تحولت شيئا فشيئا إلى تربية أنصار النظام تحت راية أيديولوجية لتعزيز سياسات خامنئي والمؤسسات التابعة له خارج البلاد، وهو ما سبب استنزاف موارد الدولة وتجويع الشعب الإيراني الذي يعاني من جائحة كورونا والقمع الحكومي. وهو الأمر الذي أكده تقرير استقصائي لوكالة رويترز، والذي كشف عن أن إيران تعزز نفوذها في العراق بإنفاق ملايين الدولارات على تطوير المزارات الشيعية بإشراف قياديين في الحرس الثوري، ومنهم القيادي حسن بالاراك المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية مؤخراً.